عليه الرجعة والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك السائقون إلى وليك المذكر بك ونبيك، خلقته لنا عشرة وملاذا، وأخمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، وبلغ منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا ربي كراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبي سيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استقيت من آبائه البررة، وعليه أفسد وأكمل وأتم وأتمم وأحسن وأغفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا ويأتي عددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم واقم به الحق وألحد به الباطل، وأدل به أولياءك وأدل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة طاعته لأمر رافقة السلف، واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم وينقص في ذلهم، وأعنا على داعي حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وأمن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلواتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مغفية، وحوائجنا به مقضية، واقبل علينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة. نستقبل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرف عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا نبيا هنيا صائغا لا ثم بعده يا